طلع ابن الأعزاء، طلع مدرسة المتفوقين، صف الأول المتوسط. أهلا وسهلا بكم في الدرس الأول، المحاضرة الأولى من اليونت الثالث. راح تكون عندنا المحاضرة الأولى لهذا اليونت، هي عبارة عن درس لزمن أحد الأزمان المهمة، وهو زمن المضارع، زمن المضارع perfect present perfect simple، المضارع التام البسيط. طبعا بعض الكلمات عندنا مهمة بهاي الصفحة، هي للاطلاع فقط، صفحة للاطلاع يطلعون عليها الطلاب ويكتبون الكلمات المهمة. راح أدز لهم إياها بملف إن شاء الله على التليجرام. فأيضا هنا عندنا ملاحظة مهمة، إنه عندنا اختصارات. I have cooked, I've cooked, I have cooked, I haven't washed, I have not washed. والquestion answer راح نحكي عنه. أيضا هاي الصفحة الثانية للاطلاع، هي مجرد عبارة عن قصيدة. عندنا هاي القاعدة مالتنا مال present perfect tense، المضارع البسيط، المضارع التام، اللي هو I have cleaned the windows, he hasn't washed the car. هاي الـ القاعدة مالتنا تتكون من have و has و past participle of the verb. هسه نروح نشرح. إذا إحنا درسنا إلى هذا ينتهي، هسه نروح نشرح المحاضرة من البداية. Present Perfect Simple، زمن المضارع Present مضارع، ال Perfect تام، Simple بسيط، يعني البسيط معناته مو مستمر، تام معناته عندنا have وعندنا has. استخدامه: We use this tense to speak about an action that has just happened. نتحدث عن حدث حدث مؤخرا، يعني استوى صار، والأثر مالته بعده طبعا موجود، احنا نعرف من الأثر مالته انه هو موجود. اذا القاعدة الادفيربز اللي يدلن عليه، اللي هو never والever، recently، just، وعدنا ايضا راح يكون وياهن yet. اليت تجي ويا النفي، الأبر والنفر أبدا معناتها، ريسنتلي مؤخرا، جاست توا معناتها توا، هاي الظروف اللي يدل عليها. نجي للقاعدة. القاعدة طبعا أول شيء عندنا affirmative، مثل ما تعلمنا affirmative معناتها الإثبات، يتكون من subject الفاعل have أو has زائد past participle verb زائد complement. شنو معنات past participle verb؟ الكل فعل عندنا يتكون من مصدر و past و past participle تصريف ثالث. الفعل يتكون من مصدر وماضي وتصريف ثالث، زين؟ فبعد ال have وال has يجينا تصريف ثالث للفعل و complement. عندنا لستة الطلاب كون يحفظوها كلها، الموجودة في الاكتيفيتي بوك، راح نأشر لهم عليها. طبعا عندنا ايش وقت نخلي هاف وايش وقت نخلي هاز؟ نخلي هاز اذا كان الفاعل هي او شي او ات، او ما يعوض عن الهي او شي او الات. يعني مثلا اقول احمد، احمد نعوض عنه بهي، يعني اخلي له هاز. اقول سلوى نعوض عنها بشي، اذا اخليها هاز. It's أخلي له has. البقية they will you وغيرها كلها تتكون من have. مثلا he has washed the car، هو قد غسل السيارة. أقدر أقول علي and أحمد have washed أو have completed their homework، قد أكملوا واجبهم. إذن have ليش have؟ لأن خلينا علي عند أحمد، علي عند أحمد جمع they، إذن نخلي have. النفي
شلون في النفي جزئين بسيط. We add the word not after the word have or has. نضيف بعد have أو has شنو؟ نضيف not. مثلا I have not visited my friends yet بعد. أو أقول علي has not completed or washed the car. طبعا هنا ال have not ممكن شو تصير؟ ممكن تصير haven't، يعني ممكن نختصرها. ال has not أيضا ممكن تصير hasn't، هذا مجرد اختصار ما يهم صح أو خطأ، اثنيناتهم صح. لازم احنا نعرف انه اكو اختصار. ممكن الاي تختصر ويا الهاف، ممكن اختصر اكو اختصار ثاني. اي في اي، اخلي كوما في اي. I've not visited my friends. اذن عندنا ال have ممكن تدمج ويا ال هاي، وممكن تدمج ويا هاي. ال have إذا دمجناها ويا subject ما تندمج بعد، النوت تبقى يعني وحدها مثل هاي. إذا دمجناها ويا أو ال have إذا دمجناها ويا النوت يبقى هذا. وعلي has not ممكن شو تكون؟ ممكن علي's not washed the car. Ali is not washed the car. أو Ali is washed the car. إذا كانت بدون not نخلي علي is washed the car. هاي اختصارات يعني طالبكم يعرفها. السؤال شلون نسوي؟ السؤال مالتنا we put the word have or has at the beginning of the sentence and the question mark at the end. طبعا مثل كل مرة نقدم الفعل المساعد على الفاعل. مثلا has علي washed the car، هاي جملة شنو هي أصلها؟ كانت شنو أصلها؟ كانت حتى بالسؤال ممكن يجينا نقول علي has washed the car. أنا شقل لك بين قوسين هنا أقول لك أسويها question. شلون تسوي question؟ أنت تقدم الهاز في بداية الجملة وتنهيها بمن؟ باستفهام. الإجابة مالتها شلون؟ عندنا نوعين من الإجابة، عندنا نوعين من الإجابة. هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني. النوع الأول إذا كان عندنا شنو؟ نو. إذا كانت الإجابة بنو شو نسوي؟ وإذا كانت الإجابة ب يس شو نسوي؟ طبعا إذا يس، إذا مثلا علي، هل هنا شنو معناته؟ هل علي غسل السيارة؟ إذا كان نعم إنه غسلها نقول يس هي هاز. يس هي ننزل الضمير مال علي هنا هي، وهاز اللي هاي هي موجودة نجيبها هنا يس هي هاز. إذا نو نقول لا no، والنو بننزل الضمير هي hasn't أو has not، يعني يا إما ندمجها يا إما لا. وكذلك أيضا نقول هنا have they come to the school، هل أتوا إلى المدرسة؟ yes they have. زين yes they have. أو ممكن إذا no نقول no they haven't. إذن هذه الإجابة على السؤال شلون نجاوب عليه. إذن ال question صار عندنا ال صار عندنا من البداية، نعيد الاستخدام مالته زين، الظروف، القاعدة، النفي والاستفهام. ال question negative وال question عندنا، هذا كل ما موجود في هذا الزمن. نروح وين هسه؟ إلى الدرس مالتنا اللي هو الأكتيفيتي بوك. نجي إلى الأكتيفيتي بوك، هذا واجب عندنا، كلمات مهمة،
لايم، بينت، فينيش، ووش، إضافة للكلمات المهمة اللي راح أرسلها لكم. Answer the following questions: Have you watched TV today? Have you watched TV today? هل شاهدت التلفاز اليوم؟ إذا أي تقول Yes I have. إذا No تقول No I haven't. هنا عندنا التلفظات. Say these words: Washed, painted, talked. هنا الإيدي بالأخير اللي هي مع الماضي أو التصريف الثالث. لها ثلاث ألفاظ، يا أما تكون ت، يا أما إد، يا أما د فقط. مثلا إذا أجانا صوت الش هنا أقول washed. I have washed. هنا صوت الش. إذا أجانا ش اللفظ مال إيدي تنقلي ت، وإذا أجانا ت تنقلي إد، وإذا أجانا ك talked finished watered هذا فقط د، وcooked بالدي. طبعا لها قاعدة ما نريد نخليها للطلاب، نخليها بعدين، لكن عندنا هنا أنا حسب هذا اللفظ التيش راح يكون عندنا washed talked finished and cooked. هذا اللي بالت. الإد painted راح تكون عندنا بالإد. والد watered watered. أوكي watered تكون هنا. هذا جدا مهم. table عندنا regular verbs وعندنا irregular verbs، القياسية والشاذة. هنا بالتصريف الثالث، هنا أنا كل فعل بي infinitive المصدر وبي الماضي مالته، احنا اخذناهن بالفصل الاول، وعندنا هسه التصريف الثالث. هسه نحتاجه لان نحتاج نخليه بعد الهاف والهاز. عندنا الريجولار فيربس اللي هن القياسيه نضيف لهن فقط ايدي، هذا الايدي نضيف لهن. اوكي البقيه كلهن ذن نفس الشيء. كوك كوكت كوكت، كلين كليند كليند، بيها ايدي ايدي. بينت هذن كلهن ايدي. الريجولار فيربس اللي هن غير قياسيه او الشاذات، الماضي مالتهن والتصريف الثالث مو إضافة إيدي، ولكن يختلف باختلاف الفعل. مثلا السي الماضي مالتها سو، التصريف الثالث هسين. أقول I have seen my father، I have seen my friend. Here heard تضيف لها بس دي بس دي، وهكذا. إذن هذا اللي راح يكون الواجب مالتنا للدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.